السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة هتهم الجميع، معلومة هتعرفها إنها هتفيدك كويس جدا. أولا، معتقد خاطئ إن في دايت من مسمياته اسمه دايت كيميائي. هذا الاسم خاطئ وملوش أساس علمي. الدايت أيا كان حضرتك في دايرة الدايت أو بره الدايت، حضرتك لو بتتخن في كيمياء تغيرية بتحصل جوه جسمك فبتلاقيك تدخل، يا يعني إما حضرتك لو بتخس حضرتك برضو نفس الكلام في دايرة كيمياء عشان خاطر تخس. فإذا كلمة نظام كيميائي هي مسمى خاطئ، عشان بيجيلي استفسارات وحبيت أطلع أقول لكم المعلومة دي خلاص، عشان مهمة جدا. وإنت بتخس محدش يقولك أصل ده دايت كيميائي وده غلط ومش عارف دوت كيميكال دايت، وهتلاقي حاجات غريبة جدا بتسمعها وهي أصلا حضرتك وانت بتتخن كيمياء وانت بتخس كيمياء. بالتوفيق ليكم جميعا، حبيت أقول لكم بس المعلومة المهمة دي جدا عشان خاطر تبقى انت فاهم وانت بتخس. لو عجبك الفيديو هتعمل لايك وما تنساش تفعل الجرس، وبالتوفيق ليكم جميعا.